نيجي بقى على الإقبال الكبير. والحقيقة هنا عندنا طلب للعليا للانتخابات واضح جدا. عندنا مشكلة إنه ومطالبات كثيرة من ناس كتيرة جدا بعتت لنا. إحنا بلد الناس بتشتغل في محافظات مختلفة. وبلد الناس مش أهل إنا عايشين في إنا وبيشتغلوا في إنا، ومش أهل أسيوط عايشين في أسيوط، وأهل القاهرة ممكن يكونوا بيشتغلوا في حتة تانية، بالذات في محافظات كتيرة زي القاهرة وزي البحر الأحمر والغردقة ومحافظات واسكندرية ومحافظات أخرى كثيرة فيها مغتربين، فيها ناس من الصعيد ومن بحري ومن سينا ومن حتت كتيرة جدا. أنا بحرم كل هؤلاء طبقا لقرارات العليا للانتخابات، بحرمهم من التصويت ومن من التصويت على الاستفتاء. ليه؟ ببساطة جدا، لأن العليا للانتخابات الموقرة متمسكة بتعديل عمل محمد مرسي، وأنا مش ممكن أقبل تعديل عمل محمد مرسي واخده قرآن. لازم أفكر، هل التعديل ده لصالحي ولا مش لصالحي؟ هل هناك فارق بين الاستفتاء وبين الانتخابات؟ كل ما نطالب به هو أن تفتح اللجان للتصويت لأي حد ببطاقة الرقم الانتخابي، يبقى زي زمان زي ما كنا في استفتاء 19 مارس 2011 يكون هناك كشوف للوافدين. كشوف الوافدين دي يا جماعة، لو احنا قلقانين من التزوير، لو احنا قلقانين من اي حاجة، تؤخذ هذه الكشوف وتطبق ويعني تطابق ويبتدي يتعمل عليه حصر، ونقعد يوم او اتنين نذاكر الكشوف دي، واللي هيكون مزور ياخد جزاء عنيف من 3 لـ5 سنين سجن، وده طبقا للقانون موجود. التعديل اللي عمله مرسي الحقيقة ده كان على المادة 32. اللي حصل بالظبط ايه؟ انه في 9/12/2012 الغى مرسي الفقرة 2 من المادة 32 من القانون رقم 73 سنة 56 بشأن تنظيم مباشر الحقوق السياسية والخاص بتصويت المغتربين في المحافظات. النص ده بيقول ايه بالظبط؟ على امين اللجنة ان يوقع في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذي ادى رأيه بما يفيد ذلك. هو خلى السطر ده وراح حازف الفقرة اللي بعدها، وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة باللقم القومي وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاء وسكرتارتها. هنا القانون كان ييسر لحالات الاستفتاء، وهناك فارق بين الاستفتاء وبين الانتخابات. ده معناها حاجتين: واحد، إن إحنا محتاجين تعديل في القانون، وأنا بأطالب اللجنة العليا للانتخابات والسادة في وزارة العدل والسيد رئيس الجمهورية بما لهم من رؤية سياسية. يا جماعة القانون ده مش قرآن، القانون ده اتعمل عشان يتعدل. أنا مش ممكن آخد قانون مرسي وأقبله، لازم نفكر، لازم يبقى عندنا تفكير. أنا عارفة أن فاضل 8-9 أيام، بس أنا مش أول واحدة أطرح هذا الموضوع، وهذا البرنامج مش أول برنامج يطرح هذا الموضوع. في ناس يعني اتنبح صوتها بقالها عدة أيام وشهور بتطالب بفتح الاستفتاء للمغتربين، كل واحد يقدر يصوت في أي لجنة. إحنا عايزين نزود العدد، أنتوا ليه خايفين؟ إحنا عايزين نزود العدد. مرة أخرى محتاجين تعديل في القانون، ويعني أناشد السيد وزير العدل وأناشد العليا للانتخابات وأناشد السيد رئيس الجمهورية النظر إلى هذا الأمر. نحتاج إلى فتح الأبواب، إحنا عايزين نزود الطلب. الناس عايزة تستفتي، أنت ليه بتحرمهم؟ الناس عايزة تروح، أنت ليه بتمنعهم؟ ده جزء. الجزء الثاني للعاملين بالخارج والمصريين بالخارج، ان اللجنه منعت البريد. يا جماعه ايه الموضوع الغريب ده؟ ازاي واحد في شيكاغو هيروح القنصليه في نيويورك؟ انت مش عارف المسافه عامله ايه؟ ده كل كده العاملين في الخارج والمصريين في الخارج اللي سجلوا 600 ولا 700 ألف. انت كده بتحرم على الاقل 70% منهم ان هم يستفتوا. البريد كانت طريقه مثلى، ايه مشكلتك؟ التزوير اكيد في طرق للتعامل مع التزوير. ايه حالة الخوف دي؟ ايه حالة القلق دي؟ ارجوكوا لابد من التفكير خارج الصندوق. قدامنا 8 أيام أو 9 أيام، نستطيع اذا كانت هناك ارادة سياسية، نستطيع ان احنا نغير القانون، نقدر ان احنا نعدل في القانون. ده تعديل هياخد يوم، مش بدل ما عمالين تنشروا لنا في الجريده الرسميه قرارات بتوقيع مرسي
وتذيعوا لنا في التلفزيون المصري انجازات مرسي، ما تشتغلوا شويه، لازم يبقى في شغل على الارض. الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، مساء الخير يا دكتور. اهلا مساء النور، اهلا، ازيك يا استاذ لمي؟ اهلا بيك. لو تقول لي اولا، هل هناك ميزه في فتح اللجان للمغتربين وان الناس تصوت في لجان غير مقر الاقامه بالنسبه للاستفتاءات؟ يعني هو طول عمر التصويت في الاستفتاءات بيختلف عن التصويت في الانتخابات البرلمانيه. في الانتخابات البرلمانيه كان بيشترط ان يتم التصويت او الاقتراع في الموطن الانتخابي للمواطن المقيد في اسمه في جداول الانتخابات، انما في الاستفتاءات كانوا بيعملوا لجان اسمها لجان الوافدين او كشوف الوافدين، يصوت فيها الاشخاص الذين يوجدون وقت الاستفتاء خارج مقر لجانهم الانتخابية. يعني واحد بيشتغل في أسوان أو بيشتغل في هنا ومقيد في القاهرة أو العكس، يبقى المكان اللي هو موجود فيه هو اللي يذهب إليه ويدلي بصوته في الاستفتاءات. المسألة دي اتلغت في التعديل الأخير، وأنا الحقيقة مندهش مع حضرتك كيف لم تبادر الأجهزة الحكومية المعنية بإعداد مشروع قانون لإعادة الأمر إلى ما كان عليه للتيسير على المواطنين، بأن يكون حق المواطن من حق المواطن الذي يوجد في مكان بعيد عن موطنه الانتخابي أن يدلي بصوته في الاستفتاء في المنطقة اللي هو موجود فيها. طبعا في مشكلة تانية كبيرة حضرتك أشرت إليها، وهي مشكلة المصريين الموجودين في الخارج. يعني عدد المقيدين في جداول الانتخابات نسبة يسيرة جدا ممن يحملون جواز السفر المصري، يعني هناك ملايين من المصريين الذين يحملون جواز سفر مصري وغير مقيدين في جداول الانتخابات، ووفقا للقانون لا يجوز تعديل جداول الانتخابات مجرد دعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء. كان عندنا فرصة ان احنا نعيد النظر في كل هذه المسائل. طب معلش يا دكتور، انا بتاعت الفرصة الاخيرة، يعني انا لا ييأس الا يوم الاستفتاء ولن ايأس. ما زالت يعني من النهار، بس هو انتخابات المصريين في الخارج اظن هيبتدي يوم 8. ايوه بعد بكره، يعني بعد بكره. يعني اين كنا طوال الفتره الماضيه؟ يعني كنا ملخومين. هذه مشكله، وهذه المشكله اثيرت مرارا في وسائل الاعلام صحيح وفي قنوات التلفزيون ولم يتنبه احد. طيب خلينا في الجزء الاوسع، يعني انا عارفه وهفضل يعني اطالب بالامرين، لكن الجزء الاوسع اللي هو فتح اللجان للمغتربين والوافدين، هل ده ممكن يا دكتور قدامي 8 ايام؟ هذا ممكن ولا غير ممكن؟ تحديدا عشان يبقى كلامي واضح، انا اتوجه بمناشده للسيد رئيس الجمهوريه بما يملكه من سلطه التشريع خلال هذه الفترة الانتقالية بمقتضى الإعلان الدستوري أن يقوم بتعديل المادة 32 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يعود الأمر إلى ما كان عليه سابقا، ويحق للمصريين الموجودين بعيدا عن مواطنهم الانتخابية أن يدلوا بأصواتهم في الاستفتاء في المكان الذي يوجدون فيه. دكتور هكون شديدة شوية وأسألك، تفتكر مرسي شال الفقرة دي ليه؟ والله الله اعلم بالباطن، انما ايوه بس اصل دي في الاستفتاء فغريبه شويه، يعني لا اعلم ما هي الحكمه من حذف هذه الفقره، انما لابد ان كان في هدف سياسي لدى جماعه طبعا، لان هم لديهم قدره على حشد الناس في اماكن معينه، في اماكن ممكن الكلام ده ينقلوا الناس بالاتوبيسات، ممكن الكلام ده يتقال، لكن احنا عندنا مشكلة اخرى، هو انه المغترب ده اللي بيشتغل في السياحة في شرم الشيخ ولا في الغردقة هيروح بلده ازاي؟ في اسيوط ولا في سوهاج ولا في قنا ولا في الاقصر؟ في بعض التقديرات بتقول لا يقل عن 30% من المقيدين في جداول الانتخابات يعملون في اماكن بعيدة عن مواطنهم الانتخابية. 30%؟
هذا رقم كبير. إذن أنا بضم صوتي لصوت حضرتك دكتور محمد نور فرح عاطف فقيه الدستور، ونناشد السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بما يملكه من سلطة التشريع، وأنا أعرف أنه يريد تقييد استخدامه لسلطة التشريع وبحترم ده جدا يا سيادة الرئيس، لكن هنا أنا بطلب منك الإتاحة، بطلب منك التوسيع، بطلب منك التيسير وليس التضييق، بطلب منك أنك تساعدنا أن الناس تروح، الناس عايزة تروح. ولما هتشوف الفيلم دلوقتي اللي معانا اللي من أسيوط ومن سوهاج ومن هنا ومن أسوان ومن بحري ومن كل الناس دي كلها، الناس عايزة تروح. أرجوك يسر ولا تعسر، أرجوك أنا عارفة أنك تقدر تتحرك، أنا عارفة أنك تقدر تاخد قرارات. أرجو من السيد رئيس الجمهورية ألا يلتفت لأي موظف بيقول له أصل الوقت خلص، أصله ما ينفعش، أصل في تزوير. أنا عندي كشوف الناخبين دول الوافدين أقدر أن أنا أبتدي أشتغل عليهم، ويا ريت يكون معانا حد تاني يا جماعة أيضا نسأله على موضوع التزوير، كيف التحكم في قضية التزوير إن كانت مقلقة. لكن لما يكون مرسي حط لي السم في العسل وهو لغى الجزء ده من المادة 32، أنا لازم أسأل. الله، هو أنا أقبل الحاجات وتمشي؟ لما بتكلم على 30% بتكلم على 15 مليون مصري، ده لو خمسة يا عم، ده لو ثلاثة يا عم، ده لو مليون واحد أفتح له اللجان. أرجو من السيد رئيس الجمهورية بما يملك من سلطة التشريع التيسير على الناس، يسر ولا تعسر، أرجوك استخدم سلطة التشريع في التيسير على الناس، ده يفرق جدا جدا مع الناس. مين معانا؟ أيوة، أنا مش سامعة يا جماعة. دكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية. دكتور مساء الخير يا دكتور. اهلا بك. هل فتح الابواب لي اولا، يعني ما اعرفش اذا كنت متفق معايا على فتح اللجان للوافدين ولا لا، لكن هل فتح اللجان يزيد من نسبه التزوير في رايك وانت راقبت على انتخابات كثيره؟ لا لا، يعني انا مع بشده الاتاحه، وخاصه في المرحله القادمه من تاريخ مصر، سواء في الاستفتاء القادم او في انتخابات الرئاسه او انتخابات البرلمان القادم، في كل الانتخابات القادمه احنا في حاجة شديدة الى توسيع دائرة المشاركة. احنا محتاجين اوسع قدر ممكن من مشاركة الناس، وبالتالي علينا اننا نسهل لهم امكانية المشاركة. انا عندي مئات الالوف من العاملين في الغردقة من محافظات قنا وسوهاج، عندي عشرات الالوف او مئات الالوف ايضا من العاملين في جنوب سيناء، عندي في القاهرة نفسها عندي مئات الالوف من العاملين في مجال البناء التشييد والبناء، ومعظمهم مغتربين وجايين من الصعيد من ابلي من بعيد. انا تقديري انه 90% من الناس دي لو اتيحت لهم فرصه المشاركه هيشاركوا، وبالتالي انا منحاز بشده لفكره اتاحه الفرصه للناس، مع الاخذ في الاعتبار يا جماعه اننا نبدا الخطوه دي ونطورها بعد كده. الخوف من التزوير جاي منين؟ في نظام كمبيوترايزد ممكن نبدا نشتغل عليه، صحيح مش هنلحق نخلصه. هو اعتقد المره دي وزاره التنميه الاداريه عندها 100,000 لجنه هتشتغل، عدد مش عارفه الرقم بالظبط، ولكن هناك عدد من اللجان هتبدا فيها التجربه الكمبيوترايزد الالكترونيه. هو ده اللي احنا محتاجينه بشدة، لان بعد كده ببساطة المواطن المصري في اي مكان بالاي دي بتاعته يقدر يصوت خلاص ونتعرف، اي طيب. احتمال لتكرار التصويت مرة اخرى. دكتور خليني يعني انقلك خطوة تانية. طيب هم قلقانين من التزوير، وقلقان ان الاخوان يخش في اللجنة دي ويجري من اللجنة دي يروح في اللجنة دي، انا اقدر احكم الحكاية دي ازاي في رأيك؟ احنا بنحكم الحكاية دي باستخدام يعني بضوابط دقيقة جدا، زي على سبيل المثال الإصرار على انه الناس يتحطوا صباحها في الحبر. بس انت عارف ان دول الحبر ده بيتمسح وكده. لا احنا عايزين، لا ما الحبر بيتمسح دي مسؤوليتنا احنا يا استاذ لميس كدولة، اننا نجيب في انواع معينة من الاحبار ما بتتمسحش قبل 48 ساعة. طب هل كشوف الوافدين دي يا دكتور اقدر اخدها احصرها، يعني نأخر اعلان النتيجة يوم ولا اتنين واخدها احصرها واعملها كمبيوترايز، فبالتالي اعرف انه مثلا لميس صوتت مرتين او لميس ده راحت في ثلاث لجان، اقدر اعمل ده؟ يقدر بمنتهى البساطة يتعمل ده
بسيستم كمبيوترايزد لا مؤاخذه في التعبير بثلاث تعريفة ممكن تعمل نظام كمبيوترايزد يحكم هذه الامور بمنتهى الحزم والحزم. انا بحيل الكلام ده لتوفر لدينا الاراده لان نفعل ذلك. الاراده بحيل الكلام ده للدكتور هاني محمود وزير التنميه الاداريه وبقول له ارجوك لاقي الحل. انت تقدر تلاقي الحل، انت راجل شاطر وتعرف تلاقي الحل وتعرف ان انت يعني تضبط هذا الامر. مره اخرى بنؤكد وبنناشد السيد رئيس الجمهوريه بتعديل هذه الماده التيسير وليس التعسير. انا يعني اتمنى من اللجنه العليا انها تتحرك، لكن انا عارفه ان اللجنه العليا عندها يعني مسؤوليات كبرى. السيد وزير العدل، السيد رئيس الجمهوريه بما يملك من سلطه التشريع. معي على الهاتف استاذ مرشد حرفوش صحفي مصري بالامارات. اتفضل. مين يا فندم؟ سيد لميس. ايوه يا فندم. وكل سنه وانت طيبه. انا اسفه بس انا تقريبا مش سامع. اتفضل يا فندم. الشعب المصري كله بخير. اهلا بيك يا فندم. يا رب تكوني سامعاني كويس. سامعاك يا فندم، اتفضل. يا ست لميس، الحقيقه موضوع التصويت واللي بيحصل فيه ده بصراحه تهريج. احنا امام ازمه مزمنه يعني كل سنه بنتكلم فيها، ويبدو ان احنا ادمنا التعامل مع ردود الافعال ومش عايزين نرتقي للفعل الصحيح. احنا في ثوره. مصريين في الخارج يتعدوا تقريبا من 6 ل 7 ل 8 مليون. بس اللي سجل 700,000 بس. فقط لم يتعدوا 650,000. صحيح. يعني في ناس، انا هكلمك على ابو ظبي. انا شغال في ابو ظبي. نعم. في ناس شغاله في القضاء والقرى واماكن بعيده عن المدينه. ظروف عملهم لن تمكنهم من التصويت. يجوا ازاي؟ كيف الكلام ده في امريكا وفي اوروبا وغيره؟ احنا بنقيد ليه على الناس؟ يعني كل العالم، كل بنجلاديش مش يعني مع احترامي للاسماء الصغيره من الدول، بدات تظبط قاعده البيانات لناخبيها وفقا للرقم القومي. صحيح. او رقم الهاتف. صحيح صحيح. انا معاك. ده بقول يا استاذ، كل تعاملنا في الامارات برقم الموبايل، بسدد فاتوره السياره والميه والكهرباء بالموبايل. يعني انا عايز افهم الناس اللي في مصر دول بيفكروا ازاي؟ يعني هم مصرين يتعاملوا بمنطق ما قبل التاريخ. يعني خلينا المدينة. احنا بنصلح اهو. اروح القريه في اسوان ولا شغال في اسوان اروح القاهره ازاي؟ طبعا. شكرا يا استاذ حسن. نصلح ايه؟ يعني وزير التنميه ده جاي منين؟ طيب بس يعني الوزاره ده جاي منين؟ الناس دي هتفضل نايمه امتى؟ شكرا يا استاذ حرفوش. انا عايز اطرح حاجه مهمه جدا يا استاذ لميس. اتفضل. ارجو 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 الجماعه خواجات الانتخابات يكونوا اتعلموا منها. الصندوق الانتخابات معروف ساعته من 400 الى 450 ل 500 صوت. نعم. لو العمليه ماشيه بسلاسه وبانتظام وبدون زحمه وبدون مضايقه من اخوان او غير اخوان، الصوت بيستغرق من 2 ل 3 دقيقة، ده لو ماشي راكب قطر. يعني ان شاء الله ده النظام الياباني. طيب بشكرك يا استاذ حرفوش، بشكرك جدا من الامارات. احمد من الغردقه، اتفضل يا احمد. مساء الخير يا دكتوره لميس. مساء النور احمد، انت منين يا احمد؟ انا من القاهره بس بشتغل في الغردقه. طيب هتعرف تصوت ولا مش هتعرف؟ ما هو سياده المستشار المحترم احمد الزند حل لنا المشكله في كلمتين. ازاي؟ انا اخش اي لجنه واللجنه يكون فيها خرامه زي اللي موجوده في المكاتب الحكوميه، اروح قايل صوتي يروح الرقم القومي بتاعي متخرم، يخرموا البطاقه الرقم القومي. هم لو اخش لجنه ثانيه هيشوفوا البطاقه اللي هي متخرمه. خرم الرقم القومي تبوظ البطاقه. معلش ما يجراش حاجه نبقى نطلع غيرها. ايه المشكله؟ يعني مش للدرجات دي، احنا مش هنعقد الدنيا. لا احنا بنسهل. احنا عايزين نفتح نفتح دلوقتي. طيب يعني موضوع التخريم ده اصله صعب جدا، لكن سؤالي انت لو انت تقدر تسافر تروح القاهره تصوت ولا ما تقدرش؟ ما تقدرش. والناس اللي بتشتغل في اسوان وساكنه في اسكندريه لازم يرجع اسكندريه عشان يعمل تصويت، اللي شغال في فنادق اسوان. فهو انا شايف الحل اللي قاله سياده المستشار لا كده بنبوظ البطاقه. الحل هو تعديل في القانون، لكن كده هبوظ البطاقه مين؟ محدش هيبقى عايز يروح يبوظ بطاقته ويرجع تاني. هناخد وقت على بال ما نعدل في القانون يا سيدي ونرجع تاني نطلع بطاقه ازاي؟ ده احنا بنطلع البطاقه بطلعان الروح. شكرا يا احمد. احمد مش هيصوت لو هو مش هيلاقي لجنه في الغردقه. طارق من المنوفيه، اتفضل يا طارق. مساء الخير يا مدام لميس. مساء الفل.
كل سنة وحضرتك طيبة وبعودة الأيام عليك بخير. الله يكرمك. طارق أنت منين؟ أنت من المنوفية أساسا؟ أنا من المنوفية. أه من المنوفية أساسا وشغال للأسف الشديد في القاهرة. شغال في القاهرة، هتقدر تروح المنوفية؟ لا طبعا مش هروح، طبعا مش هينفع طبعا، لأن طبعا زحمة المواصلات وهيبقى يوم عطلة والناس كلها نازلة. مش عايز أقول لحضرتك إحنا بنعاني من الموضوع المواصلات بالنسبة للمنطقة المنوفية. طبعا تمام، معاناة شديدة جدا. انت يعني انت معاك ناس كتيرة يا طارق زيك؟ اه طبعا مع وجود معايا ناس كتيرة جدا، يعني احنا على الاقل في محيط السور اللي انا موجود فيه فوق ال 250 واحد. شكرا يعني يا طارق. شكرا يا طارق. سيد من شرم الشيخ، اتفضل يا سيد. استاذ رميش ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازيك انت يا سيد؟ ازي حضرتك وسام طيبة. وانت طيب. رميش، هو الحكومة دي ليه مش على قد مستوى الشعب؟ ليه احنا بنفكرش زي ما يعني ليه مش دولت مش صراع زي الشعب؟ الشعب اتحرك وشال الاخوان وعملنا وعملنا تغيير في الدوله، ليه الناس ما بتتحركش؟ سيد انت من انت منين يا سيد؟ انت منين يا سيد؟ انا اساسا من القاهره، وانا من جنوب سيناء بقالي 20 سنه، وانا ماسك ماسك عامل حركه تمرد في مستوى في على مستوى انت هتقدر يا سيد تروح القاهره؟ هتقدر انا بتاعتي جنوب سيناء، بس انا عندنا مئات الالوف بتشتغلنا كل يوم تقول لنا انتوا لما بتحتاجونا ننزل بننزل، لما بتحتاجونا نتحرك نتحرك. طب دلوقتي احنا ما بين ليه يتحرم صوت الناس دي؟ دول مئات الالوف، مئات الالوف ملايين يا مصر. اه طبعا ده شرم الشيخ فيها بالذات يا جماعه، شرم الشيخ والغردقه 62,000 واحد يا مدام لميس يحق الانتخاب فيها اكثر من نص مليون موظف شغال وعامل. شوف تخيلي جنوب سيناء كلها فيها 62,000 واللي معهمش مطايق جنوب سيناء نص مليون. الناس دي مش من حقها، دول مش مصريين. لا ومش بس كده، احنا عايزين الرقم. شكرا يا سيد. 2011 يا جماعة، انتوا عايزين رقم هزيل ولا عايزين رقم كبير؟ هو ده السؤال لازم نسأله للدولة. انت يا دولة عايزة رقم هزيل؟ يعني اصل ممكن تبقى فجأة فضيحة ومفيش رقم. ما هو مصريين، وعلى فكرة لو بتفكروا تدوا الناس اجازة دي كارثة. اوعى تفكر تدي الناس اجازة، لان الناس اجازة حقيقي برضو مش هتاخد، مش هتنزل تروح بلادها. اوعى تكون فاكر ان دي حل، ده مش حل. عشان ازاي هيدفع المواطن 200 ولا 300 جنيه مواصلات، واساسا القطارات فيها مشاكل، واساسا الاتوبيسات فيها مشاكل، واساسا ما نعرفش الاخوان هيقطعوا الطرق ولا لا. ليه تعمل كده؟ زود الفرصه للناس تنتخب في اي مكان. يارا من اسكندريه، اتفضلي يا يارا. الو مساء الخير يا مدام. مساء الفل يا يارا، اتفضلي. الحقيقه بس انا كنت عايزه بس اعقب على حاجه في الاستفتاء. احنا قبل كده في الاستفتاء اللي هو كان في نكبه 25 يناير ده كنا بنخش اي مدرسه جنب بيتنا طبعا وبنقول نعم او لا. دلوقتي احنا الايام دي زي ما حضرتك بتقولي كده مش هتبقى اجازه، واحنا معلوماتنا مش اجازه. انا ساكنه في حته وشغلي في حته ثانيه خالص، وبخلص شغلي الساعه 7 8 بالليل. انا دلوقتي يعني عشان ارجع بيتي تاني واروح المدرسه اللي انا المفروض انتخب فيها هيكون اساسا ميعاد الاستفتاء عدى. لكن لو انا مسموح لي ان انا انتخب في اي مدرسه فممكن انا اطلع من شغلي اخش اقرب مدرسه ليا واحط صوتي. شكرا يا يارا. ابراهيم من القاهره، اتفضل يا ابراهيم. ايوه استاذ. اهلا يا ابراهيم. دلوقتي احنا بينا 4 سنين هنا في القاهره عايشين في القاهره. ليه 4 سنين ما شاركتش في اي استفتاء واي عمليه ديمقراطيه في مصر؟ 4 سنين بتشتغل في القاهرة ما بتلحقش تنزل طبعا. ما بلحقش خالص، انزل بلدي لو نزلت اجازة طبعا لازم اقعد مع الاسرة. هروح التابتة ليه؟ ولا هروح ارشح ناخب او اروح ارشح في الانتقالات الرئاسية؟ بقعد مع اسرتي. ما ينجحش. هو المفروض وزير العدالة الانتقالية زي ما عدل القانون من اسبوعين لازم يعدل القانون مرة تانية ويعمل تسويق للمصريين المغتربين في المحافظات. شكرا يا ابراهيم. تمادر، اتفضلي يا تمادر. ايوه مدام لمين. ايوه يا تمادر. انا عشان البطاقه الجديده فعلا تتخرم بدباسه زي زمان الورقه الورقيه، ولما نيجي نجدد البطاقه نغيرها ما فيهاش حاجه، دي اكبر حاجه. نخرم البطاقة؟ طب ما نفتح البتاعات، ما نفتح اللجان يا جماعة، نفتح اللجان لكل الناس. نخرم البطاقة عشان ما تتزورش يعني. ايوه عشان ما حدش يروح ينتخب في حتة تانية. يا ريس انت سامع؟ هل انت شايف؟ شكرا يا تمادر. هل انت شايف؟ هل حضرتك شايف؟ هل سامع الناس؟ ارجوك اسمع الناس. استنى يا حسن، ارجوك اسمع الناس. الناس مستعدة تخرم البطاقة. احنا وصلنا لناس انتحارية. يعني انت عارف اصل تطليع البطاقة ده انتحاري حضرتك، يعني بالنسبة لنا موضوع انتحاري. فالناس مستعدة تخرم البطاقة بس تروح تستفتي. ارجوك اسمعنا.